فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الدعاء، وهذا الدعاء من أعظم الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه فوجده كالفرخ، يعني أصبح مثل الفرخ الطائر الذي يخرج من البيضة، كالطائر الذي يخرج من البيضة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو؟ قال: نعم. قال: بما كنت تدعو؟ قال: أقول، هذا الرجل يقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني أي عذاب في الآخرة تعذبني فيه عجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تستطيعه، لا تستطيع مثل هذا، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ هكذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في لفظ: فدعا له فبرئ، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فبرئ. ولهذا هذا الدعاء من أعظم الأدعية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كلاما جميلا على هذا الدعاء، يقول في الحسنة هذه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل، إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم. فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة، وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما الوقاية من عذاب الله فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحرمات وترك الشهوات. وهذا كلام عظيم محقق جمع فيه أقوال أهل العلم الذين يعني ذهبوا مذاهب شتى في تفسير حسنة الدنيا والآخرة.